عبرت به أنه سوف أتكلم كيفية التعامل مع الناس. حتى الإسلام أن على حسن التعامل مع الآخرين. من آداب التعامل أن نصافح أخيك عدم ملاقاته ونبتسم بوجهه، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان تبسمك بوجه أخيك صدقة، وتحلي أخيك بتحلة الإسلام وهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن حسن التعامل أيضا أن نحسن للعمال ونشارك أقاربنا في أحسانهم وأفراحهم. ويجب أن نساعد الكبير والمريض والأعمى. والله، لقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. ومن آداب التعامل أيضا أن نحسن للجيران، لقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويجب أن نزور المريض وندعو له. وشكرا لكم لحسن استماعكم.